رحم الله سوار الذهب. وبالعودة للتطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. في البداية، اجتماع رئيس أركان جيش الاحتلال جادي إيزنكوت مع نظرائه في كل من السعودية والبحرين ومصر والأردن، كيف تقرأ دلالته في هذا التوقيت تحديدا؟ لا شك أن هذا تطبيع عسكري خطير وأخطر أنواع التطبيع لهذا الحد، التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وغير مبرر لا سياسيا ولا قوميا ولا وطنيا، فهو يضر بالمصالح القومية العربية، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي وليس أحد آخر غيره، وهو العدو المركزي. ولكن الوصول إلى الجلوس مع رئيس الأركان لا شك أنه هذا انتهاك للواقع الصف العربي والصف القومي. هل تربط ما بينه وما بين اجتماع الكابينت مؤخرا حول القيام بعمل عسكري وشيك ضد غزة؟ هل يمكن الربط ما بين الأمرين في تقديرك؟ لا، من الصعب أن نربط ما بين هذا وذاك. ما يربط الإسرائيليين مع بعض الأنظمة العربية هو عدائهم لإيران وليس لغزة، لأن علاقة غزة والشعب الفلسطيني مع العمق العربي وإن يشوبها بعض التوتر، ولكن أنا أعتقد أنها علاقة يعني لا تصل إلى هذه المرحلة. ولكن اجتماع الكابينة الأخير كان بسبب التطورات التي في الساحة الفلسطينية وفي قطاع غزة خصوصا بعد صاروخ بئر السبع الغامض والمثير للجدل والذي أربك الحسابات الإسرائيلية. لكن فيما يتعلق بالمظاهرات المزمع انعقادها غدا في غزة استكمالا لمسيرات العودة، كان هناك تصريحات صهيونية لافتة وقالت بأن مظاهرات الغد ستكون بمثابة اختبار لحماس. كيف يمكن أيضا قراءة السياق الذي تحدثت فيه هذه التصريحات؟ هناك تهديدات إسرائيلية متواصلة ضد حركة حماس وضد قطاع غزة، هم يريدون الضغط لوقف مسيرات العودة أو تخفيف وقتها. أنا أعتقد أن كانت هناك رسالة اليوم لكتائب القسام واضحة، وقالوا للاحتلال الإسرائيلي لا تخطئ التقديرات ونحن نذهب إلى أبعد مدى. نحن الآن نعيش في معركة عض أصابع ما بين الاحتلال من جهة وما بين المقاومة وقطاع غزة من جهة أخرى. أعتقد أن هذه التهديدات الإسرائيلية لم تعد تخيف الشعب الفلسطيني، ولهذا ستستمر مسيرات العودة. نعم. ويفعل الاحتلال ما يشاء. شكرا جزيلا. لا يوجد شيء نقتره في قطاع غزة، هناك حصار خانق، هناك موت بطيء، هناك انتقال من يعني واقع صعب إلى واقع سيء وصعب جدا جدا. المحلل وليس لنا حل إلا أن يرفع الحصار أو الذهاب إلى أبعد مدى. نعم، المحلل السياسي الفلسطيني أستاذ إبراهيم المدهون كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.